فخامة رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة أبش عاصمة إقليم والداي قادما من مجرس حاضرة عاصمة إقليم نيدي شرق وسط ترحيب كبير شعبي ورسمي. ورئيس الحكومة بايمي باتاك ألبير يصل إلى العاصمة الهندية نيو دلهي حيث يشارك في قمة المؤتمر التأسيسي لتحالف الدولي للطاقة الشمسية ممثل رئيس الجمهورية إدريس ديبي. المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية تختتم بقافلة سياحية للمعالم البلاد في المناطق السياحية برفقة وزير الثقافة الشباب والرياضة جبريوس. السيدات والسادة أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من العاصمة نجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مدينة أبش عاصمة إقليم والداي قادما مدينة أم جراس حيث حظي فخامته باستقبال رسمي وشعبي من قبل السلطات وسكان مدينة أبش. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. مدينة أبش عاصمة إقليم والداي تستقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. قبل وصول الطائرة مطار أبش الدولي وبعد نزول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وزيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو من سلم الطائرة، كان في مقدمة مستقبلهما حاكم إقليم والداي آدم فورتي بحضور وسيط الجمهورية وقائد المنطقة العسكرية بمدينة أبش وأمدة بلدية أبش. أقبل مراسم الاستقبال مر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بطابور الشرف العسكري الذي حضره عدد كبير من الضباط العسكريين بإقليم والداي، كما حضر الاستقبال عدد كبير من البرلمانيين والمسؤولين المدنيين والشيوخ التقليديين ورجال الدين وأبناء إقليم والداي وأعيان المنطقة وجمع غفير من مواطني مدينة أبش، حيث قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بمصافحة المسؤولين وأبناء مدينة أبش الذين خرجوا لاستقبالهما. وهناك عدد كبير من مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة أبش عاصمة إقليم والداي رافعين لافتات كبيرة كتبت عليها معا من أجل السلام والتنمية ومرحبين برئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، كما اصطفت جماهير كبيرة ببوابة المطار خرجت من أجل استقبال قائد المسيرة فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. أن زيارة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مدينة أبش تدخل ضمن زياراته العملية التي يقوم بها إلى أقاليم البلاد، ومن المتوقع بأن يلتقي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالمسؤولين المدنيين والعسكريين والشيوخ التقليديين وأبناء إقليم والداي بهدف السلام والاستقرار بالمنطقة. من أجل المشاركة في قمة المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية المنعقدة بالعاصمة الهندية نيو دلهي، وصل رئيس الوزراء بايمي باتاك ألبير إلى نيو دلهي صباح اليوم ممثلا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث التقى رئيس الحكومة بفور وصوله بنظيره الهندي حيث بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين. تقرير خالد مسرحاش. تستضيف العاصمة الهندية نيو دلهي الأحد 11 من مارس الجاري قمة المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية. وفي هذا الإطار وصل رئيس الوزراء فاهمي باداكا ألبير إلى الهند للمشاركة في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وتأتي مشاركة تشاد في هذه القمة تنفيذا لالتزاماتها بحماية البيئة والاتفاقية الدولية بشأن التغير المناخي والتوجه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة. وقد استهل رئيس الوزراء بايمي باداك ألبير زيارته إلى العاصمة الهندية بعقد لقاء مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي شكر رئيس الوزراء على الحضور للمشاركة في القمة وأكد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين تشاد والهند خاصة عقب زيارة رئيس الجمهورية، وأعرب عن أمله في تنويع التعاون، كما أشاد بدور تشاد في مكافحة الإرهاب وأبدى جاهزية الهند لتقديم الدعم الفني. بدوره رئيس الوزراء بايمي باداك ألبير
شكر مضيفه على حفاوة الاستقبال ودعا رجال الأعمال الهنود للمجيء من أجل الاستثمار في تشاد، كما طلب الاستعانة بخبرة الهندي في مجال التدريب العسكري والمعلوماتي والتجهيزات العسكرية. هذا ويرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وفد يضم وزير البترول والطاقة وأمين عام رئاسة الوزراء. بهدف معرفة سير العمل بسلخانة فرشة، قام صباح اليوم الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية برفقة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للمواشي واللحوم والموارد المائية بزيارة تفقدية في المكاتب والأقسام المختلفة التابعة للسلخانة. تقرير محمد طاهر صالح. بهدف التعرف على سير أعمال سلخانة فرشة والصعوبات التي تواجه تلك السلخانة، فإن وفد وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني برئاسة الأمين العام للوزارة برفقة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للمواشي واللحوم والموارد المائية وبعض الفنيين قاموا بزيارة إلى سلخانة فرشة والتعرف عن قرب على سير عمل هذه السلخانة التي أنشئت عام 1958. وهذه الزيارة تسمح للوفد إمكانية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية لتنمية الخطة الاستراتيجية من عام 2015 إلى 2025 بغية المساهمة في الأمن الغذائي عبر قطاع الثروة الحيوانية والزيادة الإنتاجية. وقد شرح مدير السلخانة كل الصعوبات التي تواجه المسلخة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للمواشي واللحوم والموارد المائية بيدرو بايمي انجونو. قال إن زيارة المسلخة تدخل ضمن أهداف المنظمة ومد مواطنيها بموارد الإنتاج الحيواني، كما أن مصادر اللحوم من أساسيات الطاقة، وهناك خطة استراتيجية لقطاع الثروة الحيوانية ومنتجاتها والبحث عن تمويل لها في مؤتمر بروكسل المقبل، والبحث عن 200 مليون يورو لتمويل المشاريع الاستراتيجية من 2015 إلى 2025. من ناحيته الأمين العام بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور جبريل كرام قال إن الزيارة سمحت لهم بمعرفة الصعوبات التي تواجه السلخانة وكيفية الحفاظ على اللحوم وتصديرها، مضيفا أنه لم يتبقى من غرف التبريد 22 سوى 4 غرف تعمل بشكل جيد وواحدة من المضخات تعمل من بين 4 مضخات هوائية. جدير بالذكر أن مسلخة فرشة تعمل بشكل يومي ما عدا الأحد بذبح الأبقار والضأن ونهر الإبل، تزويد سكان مدينة جمينة باللحوم وكذا صادرات اللحوم إلى البلدان المجاورة. الدورة التدريبية التي نظمت حول ضرورة معرفة حقوق الأطفال وحمايتهم لصالح بعض أفراد الشرطة الوطنية أنهت أعمالها مساء أمس، حيث خرج المشاركون في الدورة بتوصيات تنصب في دعم جهود الحكومة الرامية للحفاظ على حقوق الأطفال. تقرير محمد طاهر صالح للمرة الثانية. بعد 4 أيام من العمل الدؤوب أنهى المشاركون في ورشة تقوية كفاءات الممثلين المحوريين لرجال الشرطة الوطنية بهدف تطبيق القوانين ومعرفة النظم المعمول بها حول حماية الأطفال وتقوية كفاءات رجال الأمن. الأيام الأربعة سمحت لأفراد الشرطة الوطنية بتلقي المعلومات حول كيفية حماية الأطفال وضمان حقوقهم وواجباتهم، وقد شهد الحفل الختامي برقية شكر وتقدير وتوصيات طالبوا فيها الحكومة بضمان حماية الأطفال ومضاعفة رجال الأمن في المراكز وكذا الأقاليم، وعلى منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة دعم مشاريع الأطفال وحل قضاياهم الاجتماعية. ممثل الإنسيف باكاري سوغوبا قال إن المنظمة في سياساتها اعتمدت مسألة القضاء وأهمية برامج التعاون والسياسة الحمائية للأطفال وتقوية كفاءات المجتمع المدني والحقوقيين ومسؤولي رجال الشرطة. كل ذلك تم اعتماده لدى المنظمة الأممية عام 2016، لذا فإن اليونيسيف يقف بجانب الحكومة لتحقيق أهدافها. وفي كلمته الختامية بهذه المناسبة المدير العام النائب للشرطة الوطنية سيراندي أنطوان قال خلال الأيام الأربعة ناقش المشاركون أهمية مسؤولية الشرطة القضائية والاستراتيجية البديلة للأطفال وإشكالاتهم أمام القضاء وحمايتهم، مضيفا أن المعلومات التي تلقوها تعينهم بشكل كبير في أداء مهامهم وتمنى للمشاركين عودا حميدا. قدمت مؤسسة القلب الكبير مساعدات زراعية لبعض الجمعيات النسائية بإقليم بوركو، كان ذلك بحضور حاكم إقليم بوركو وبعض أعضاء الحكومة ونواب الإقليم. تقرير أحمد ياسين أبرحمة. بعد أن شاركنا ممثلات الجمعيات المدنية والتجمعات النسائية بإقليم بوركو في أعمال الدورة التدريبية الخاصة بإدارة المؤسسات والجمعيات التعاونية وكيفية تطويرها، والتي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بهدف تشجيع النساء على العمل المنظم،
بحسب إفادة رئيسة بعثة مؤسسة القلب الكبير إلى إقليم بوركو. وفي ذات الإطار استفادت نفس هذه الجمعيات من المساعدات والمعدات الزراعية ومواد البناء المختلفة المقدمة من سيدة البلاد الأولى هند ديبي يتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة بهدف تمكين النساء وتطويرهن في كافة الأصعدة. المتداخلون خلال الحفل الرسمي ثمنوا جهود مؤسسة القلب الكبير وما تقدمه من خدمات ومساعدات قيمة تسهم في تقليل نسبة الفقر وسط المجتمع. أما رئيسة وفد مؤسسة القلب الكبير ليلى ماكبرايت حثت النساء على العمل مؤكدة بأن المؤسسة تعمل جاهدة في خدمة المجتمع. مستفيدات من المساعدات عبرنا عن شعورهن لمؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو متمنين لها التوفيق في خدمة المجتمع. من جهته حاكم إقليم بوركو حماد داود بشير تعهد بتوصيل هذه المساعدات إلى المستحقين ومتابعة تسييرها من أجل أن تعم الفائدة جميع أطياف المجتمع. أما وزيرة المرأة أمينة كوجينا ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو دعت جميع نساء بوركو إلى الاهتمام بالعمل الجماعي لأن التنمية لن تتحقق إلا من خلال مشاركة الجميع وخاصة النساء. ونشير إلى أن التجمعات النسائية المستفيدة هي كيرديمي كوبا أولونغا ياردا تشانغاسوسا وولومانغا ودوزونغا ومارداغي وكولوتيغي وماني وغورما وأوني. نبقى بإقليم بوركو حيث قدمت النائبة البرلمانية سيدة منصورة حامد نوري معدات مدرسية لتلاميذ مدرسة الأخوة بفايا. كان ذلك بحضور الوزيران آدم دانغاي نكور جيد وأمينة كوجينات وحاكم الإقليم. تقرير يوسف موسى. تزال الجهود العطاء التي تبذلها النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري مستمرة إلا أنها قد قدمت كتب مدرسية لمركز الأخوة الإسلامي بمدينة فيا لارجو وتمثلت في كتب ومناهج مختلفة وكذا مستلزمات أخرى يحتاجها المركز، حيث وصل عدد هذه الكتب المدرسية إلى أكثر من 700 كتاب باللغة العربية مرحلة الأساس كاملة، بالإضافة إلى كتب باللغة الفرنسية التي تمثلت في أكثر من 400 كتاب. هذا وقد جاء تقديم هذه الكتب تنفيذا للوعود التي قطعتها النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري ابنة المنطقة، وعند تسلمه لهذه المعدات قدم المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبد الله بازي شكره العميق لهذه اللفتة المقدمة من قبل النائبة البرلمانية. أما من جانبها النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري قالت أن هذه اللفتة تعد ضمن الأنشطة الاجتماعية لصالح سكان الإقليم، كما أنها تعتبر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير. أشاد بأهمية الكتاب لا سيما في الوقت الذي يحتاج فيه التلاميذ لكتب مدرسية من هذا النوع. أما وزير التدريب المهني آدم دانغاي نكور جيت قدم شكره باسم سكان المنطقة للنائبة على وقوفها الدائم مع أهالي إقليم بوركو لا سيما سكان مدينة فيا. توجت فعاليات المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية بمدينة أم جرس بقافلة سياحية للمعالم تشاد الخلابة، حيث سمحت هذه الجولة لأفراد للوفود الدول المشاركة التعرف على الإرث السياحي بشمال تشاد. كانت هذه الجولة السياحية برفقة وزير الثقافة السياحة جبير يونس. تقرير آدم حسن مكاوي. هنا تنتهي نشاطات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية للعام 18 و2000، وهي تمرر رسالة انطلاقة السياحة في تشاد. قافلة سياحية في عقر دار الصحراء ووسط المرتفعات الصخرية، تلكم هي الفكرة التي جسدتها اللجنة الوطنية المنظمة للمهرجان لتبعث المتعة في نفوس محبي الاستكشاف السياح، الذي منهم الفنان والرسام والمصور ممن طوى الكثير من المسافات بدءا من المغرب العربي والنيجر وموريتانيا والسودان والمملكة العربية السعودية ودول أوروبا، فقط من أجل الوقوف على حقيقة تشاد السياحية
حيث جمال الطبيعة التي لم يتدخل في عاملها إنسان، فصارت بذلك من القلائل المتبقية على سطح الأرض. فطافت الغافلة بدءا بمنطقة بشاكل التي تمتاز بواحة طبيعية في كبد المرتفعات الصخرية بتواجد عدد كبير من الطيور المبهجة والنادرة ذات الألوان التي اتخذت المكان كجنة لها. بعد بشاكل توجهت الجموع إلى منطقة أرشي، أحد أجمل المناطق وأبرزها المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث كانت هي المحطة الأخيرة للقافلة السياحية. وتعد منطقة أرشي المحتمية بالهدوء أحد أبرز المعالم لامتلاكها مقومات عدة للحياة فيها، نظرا لطبيعتها الصخرية وأشجارها والمياه الجارية فيها، وتشرب منها المواشي في الفترة الأخيرة من الليل، وهذا ما لم يتيح للسياح رؤيتها، لكنهم أبدوا عن إعجابهم الشديد بجمال هذه المعالم. الزيارات التي قمنا بها لمعالم تشاد وكانت كلها جميلة بل رائعة وأكثر من رائعة. كثير من البلدان التي زرناها حول العالم وجدنا أفضل منها وأكثر منها وبالعشرات في تشاد في خلال رحلة واحدة. ما شاء الله المنظر هذا اللي رأيته في دولة تشاد يعني رائع جدا، أحسن شيء. وناس تشاد كريمين ما شاء الله، شكرا لهم وشكرا من الجزائر إلى تشاد. أنا بلدي الجزائر وتشاد بلدي الثاني. منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية، نائب رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية، خلال الجولة صرح عن أهداف هذه القافلة. هذا البلد عنده يعني سيكوريتي بالأم، واليوم ناس التوريست جو من تقريبا من حار العالم ده، يعني هم بيشاهدوا كتشاد هو بلد في سلام. بالصور الفوتوغرافية والفيديوهات التذكارية وشهاداتهم ورواياتهم التي عاشوها، قد أضحى هؤلاء الناس رسل للسياحة التشادية بعد جهود مضنية شارك فيها الجميع من أجل إبراز الموروث الثقافي والطبيعي، مما يبعث الأمل في بداية فصل جديد لقصة نماء السياحة. وفي نهاية الجولة تحدث الوزير جبير يونس عن أهداف الجولة والحصيلة الكاملة للمهرجان. المهرجان الرابي هو مهرجان ناجح، لأن كما لاحظتوا في عادات تقليدية الناس جابوها وعشان الناس يشوفوها، وفي أيضا ألعاب ثقافية من الدول اللي شاركت معنا، وأيضا من الأقاليم الجو وشاركوا معنا، ودخل الناس تلقبت بيناتهم ويناقشوا سوا ويتعرفوا، وده شيء المهم. وثاني شيء الكبير المهم حضور فخامة رئيس الجمهورية معنا داخل المهرجان، يكون مهرجان على مستوى عالي برضو. في شركات كان شاركوا معنا ومشاركة جيدة، وكثير شاركوا معنا، ونطلب من الآخرين عشان يشاركوا في المرة الجاية إن شاء الله. والمهرجان ما مهرجان ثقافي بس، مهرجان سياحي برضو، وده خلانا نعمله كرفان بتاع سياحة، وزرت معنا والناس اللي شاركوا كله شافوا الأشياء اللي مشينا زرناها، لأن هي مكتوبة في الباتريمون اليونسكو ذاته من ناحية عالمية. وإن شاء الله نعمل أي جهود عشان نطور السياحة، لأن السياحة هي تلعب دور كبير في اقتصاد البلد وتخلي بلدنا تمشي قدام. قدم مساء اليوم رئيس تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد أبا داودة حديثا صحفيا بمقر التحالف، معلنا فيه موقف التحالف الرافض لنداءات بعض الطبقات السياسية بأن يكون يوم الاثنين القادم مدينة ميتة، طالبا من الموظفين ذوي النوايا الحسنة بمواصلة عملهم. البارتي بوليتي النادو الناس بيقولوا خليه يوبسيرفي في المرض في دا اني قلنا لا، انت كان سياسي ودار
تشيف نفسك تأدي لنفسك في شعبك ده يعني ده ما حلل ده ما حلل بيجيب لنا بقوله نقدر نلقوا حلل لنا أنا أزمة اليوم عايشين فوق ده حلل ده خلي فتشوا خلي فتشوا في جانب آخر ده ما جانب البخلي اليوم الحكومة ولا النخابة يقدروا يتفاوضوا في ده للبوليتيسيين دول نقول لهم نظام هم ماشيين فوق ده ما أدري الفيل مورتر ما واجب يكون في وكيلنا الحسنين عايشين فوقها. احتفل سكان مدينة مسورو عاصمة إقليم بحر غزال باليوم العالمي للمرأة دورة 2018 الذي يحتفل به سنويا في 8 من مارس من كل عام. تقرير رمى جبريل الإنجلي. شهد ميدان الحرية بمدينة ماسورو الاحتفال الرسمي لعيد المرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل عام وسط حضور كبير من قبل النساء اللائي يمثلن القطاعات النسائية المختلفة. هذا وقد جاء بهذه المناسبة الاحتفالية العديد من الخطابات والمداخلات من قبل اللجنة التنظيمية للاحتفال والمسؤولين الإداريين في الإقليم. جميع هذه المداخلات تؤكد مدى أهمية دور المرأة في تقدم المجتمع، كما تخللت المناسبة تقديم برقية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي أعطى أولوية كبيرة للمرأة التشادية، واختتمت المناسبة بأرض شعبي شاركت فيها القطاعات والمؤسسات النسوية المختلفة. نظم صباح اليوم مركز المنى الثقافي محاضرة نقاش بعنوان حرية التعبير للمرأة والتناسق الاجتماعي عن بعض التقاليد الموروثة التي تضر بصحة المرأة. هارون أباهدا. حرية التعبير للمرأة والتناسق الاجتماعي هو عنوان هذه المحاضرة التي أحياها الطالب ماجرباي، وقد تناول بعض العادات الضارة والمسيئة للمرأة والتي تمارس لدى بعض القبائل في جنوب البلاد، حيث كان في قديم الزمان تقيد المرأة بقصد امتناعها عن كثرة الكلام، وذلك بلصق مادة تقليدية على شفتيها أو إجراء عملية تقليدية لخلق ثغرة في شفة الأنثى لكي تضايقها هذه المادة وتكف عن الكلام، مع أن هذه العادة ضارة بالصحة العامة وكما أنها تشوه خلقتها، فإن المرأة أو الفتاة ملزمة بالموافقة. وأشار بعض المعاقبين أن هذه الثقافة انحدرت من بعض الدول الأفريقية التي تتقاسم الوجود العرقي ماتشات، وأن هذه العملية تمثل انتهاك لحقوق المرأة والاستغلال السيء لضعفها وقلة حيلتها، كما وصف أحد المتداخلين ذلك بالعبودية. من خلال هذا الطرح فإن على المجتمعات التحرر من مثل هذه العادات، كما يجب القيام بأبحاث علمية دقيقة لدراسة هذه الحالة وصياغتها كقراءة تاريخية تفيد الأجيال القادمة. اختتم مساء أمس بمركز التدريب بقرية دندي الأمين العام لوزارة الثقافة الشباب والرياضة أعمال الورشة الخاصة بتقييم مراكز القراءة والإحياء الثقافي في مجال مكافحة مرض السيدا في وسط الشباب والقصار. تقرير محمد حسن آدم. خلال 5 أيام من مداولات فعاليات الورشة الخاصة بتقييم أنشطة مراكز القراءة والإحياء الثقافي، لا سيما برنامج مكافحة السيدا في الوسط الشبابي، وكذا إعداد خطط واستراتيجيات جديدة لتفعيل دور تلك المراكز، سمحت للمشاركين تبادل الخبرات والمعارف الهادفة التي تسهم في تعزيز العمل، وكذا البرامج التوعوية والتثقيفية، حيث انبثقت عن أعمال الورشة توصيات على الحكومة وشركاء التنمية بضرورة تزويد المراكز بالمعدات اللازمة للعمل بغية مكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة وحماية الشباب والقصر. مسؤولة برنامج مكافحة السيدا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف طلبت من المشاركين تطبيق جميع ما تلقوه من معارف جديدة في أعمالهم المستقبلية. من ناحيته الأمين العام لوزارة الشباب والثقافة نيتشو أبو شكر مسؤولي مراكز القراءة والإحياء الثقافي على جهودهم المبذولة في مجال التوعية والأخبار، كما أكد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة والعمل بها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
تم ظهر أمس تدشين مسجد للشيخ مسجد الشيخ صالح محمد رمضان بقرية أدري بمقاطعة حرز البيار بإقليم حجر لميسة. ترأس المناسبة الافتتاحية للمسجد الرئيس الفرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأن جمينا فاره. تقرير عبد الله هارون مرمى. وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم الجزاء. أما رئيس المجلس الفرعي لأن جمينا فاره ممثلا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجوني بشير حسن المسلمين وسكان القرية بتعمير المسجد بالصلوات والذكر وتنظيم الدروس الدينية وعدم ترك المسجد عرضة للأوساخ والاهتمام بالنظافة والمشاركة في العمل الخيري والتعاون الجميل. وعقب ذلك تم تنظيم ملتقى الوحدة والتسامو الذي أقامته منظمة النهضة الإسلامية وذلك بهدف ترسيق قيم التسامو والتراحم والاعتدال والعيش المشترك وقبول الآخر بحسب المبادئ الدينية الإنسانية. شهد صباح أمس مركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية سيفوت حفل انطلاقة أنشطة الجمعية من أجل التوعية الجيدة للبناء على حسب رئيسها بوجيري جوكومالا. حصلت هذه الجمعية على تصريح رسميا منذ نهاية نوفمبر من 2017 الماضي كما عدد أهداف وخطط واستراتيجيات الجمعية المستقلة وأعضاء المكتب التنفيذي لها. عقد صباح اليوم أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي للنساء المسيحيات في دورته الثامنة عقدوا مؤتمرا صحفيا حول إكمال الترتيبات. تقرير عز الدين الأمين نصر. الإعلان عن استكمال التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي الثامن للنساء المسيحيات والمقرر عقده في 13 من هذا الشهر هو المغزى من عقد هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، حيث أعربت رئيسة اللجنة السيدة الأم إيفيرسو دانييل عن جاهزية الكنيسة الإنجيلية للأمة لتنظيم الحدث، ودعت خلال حديثها النساء المسيحيات وغير المسيحيات إلى المشاركة في هذا المؤتمر على حد قولها، حيث سيمكنهن كثيرا من تعلم بعض الأمور الغامضة لديهن، وهي في الواقع حق من حقوقهن. واستطردت بأن الهدف الأسمى من تنظيم هذا المؤتمر هو التفاكر ومناقشة المسائل المتعلقة بالمرأة ومشاركتها في إرساء دعائم السلام ومسائل أخرى خاصة بالأسرة وإرشاد الأبناء وجوانب أخرى تتعلق بحياتهن العامة. وقالت السيدة إيفيرسو إن المؤتمر سيشهد مشاركة قساوسة محاضرين من الكاميرون والكونغو. هذا وستنطلق فعاليات المؤتمر في 13 من شهر مارس الجاري ويختتم في 18 من الشهر ذاته بالكنيسة الإنجيلية للأمة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.